النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية، مساء الخير. البداية مع العناوين. جولة لوزير التربية على المراكز الامتحانية في محافظة اللاذقية. فرع طلائع البعث في محافظة حلب يحتفل بعيد الجيش. فضيتان وميدالية برونزية في أولمبياد الكيمياء الدولي ISHO 2024. أهلا بكم من جديد، ومن العناوين إلى التفاصيل. تفقد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني واقع العملية الامتحانية في عدد من المراكز بمديرية تربية اللاذقية، مؤكدا أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، لافتا إلى أن الامتحان هو وسيلة وليس غاية، والهدف هو الوصول لطالب متعلم قادر على بناء مستقبله ومستقبل بلده. وخلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده مع مديري التربية بالمحافظات بحضور معاوني الوزير ومديري الامتحانات والإشراف التربوي والتعليم المهني وعدد من الموجهين الأوليين في غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية، أشار الوزير المارديني إلى ضرورة متابعة أعمال تصحيح المواد وفق الخطة الزمنية الموضوعة لذلك ومراعاة الدقة في العمل، مبينا أهمية القوانين والقانون 42 في ضبط واقع العملية الامتحانية. فرع حلب لطلائع البعث يحتفل بعيد الجيش في قيادة المنطقة الشمالية بحضور قيادة المنطقة وقيادة الموقع وصف الضباط والأفراد ومشاركة الرفاق الطلائعيين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء. ضياء قدور والتفاصيل. بمناسبة العيد 79 للجيش العربي السوري، أقام فرع حلب لطلائع البعث احتفالاً في قيادة المنطقة الشمالية بحضور قائد المنطقة الشمالية وقائد الموقع وعدد كبير من الضباط وصف الضباط والأفراد. طبعاً نحن يعني الجيش العربي السوري هو حصن الوطن ودرع الحصين، وهو مدافع عن شرف الأمة ومدافع عن وطننا وعن عزة وطننا وعن حرائرنا وعن أبنائنا هؤلاء الصغار، وسنبقى الجند الأوفياء حتى آخر قطرة من دمائنا، حتى يتم تحقيق النصر لوطننا العزيز ولقائد المفدى السيد الرئيس الفريق بشار الأسد. قدم طليعيو حلب الورود لبواسل الجيش السوري وشاركوهم الفرحة بعيدهم، وحضور أمهات الشهداء أضفى مزيدا من البهجة على الاحتفال. نحن اليوم في فرع طلائع البعث بحلب جئنا إلى هذا المكان، إلى هذا الصرح، صرح العقائدي، لنتعلم نحن وأطفالنا من بطولات وتضحيات هذا الجيش العريق الذي كان شعاره ولا يزال وطن، شرف، إخلاص. نحن جئنا لنتعلم الذود عن أرضنا وعن عرضنا وعن شرفنا، جئنا لنتعلم من ملاحم البطولة التي بذلها هذا الجيش، ونترحم بنفس الوقت على شهدائنا. ينصر هالجيش وينصر رئيسنا ويخلينا يا رب، إن شاء الله إن شاء الله من نصر لنصر رئيسنا إن شاء الله وجيشنا. عندي شاب شهيد وعندي اثنين عساكر كمان وهبتهم لله وللرئيس بشار الأسد، وأنا عندي شهيد كمان، والله يحمي هالوطن ويحمينا بشار الأسد. تضمن الاحتفال كلمات للجيش العربي السوري وقيادة الموقع وفرع الطلائع، ورسالة لأبطال الجيش السوري، إضافة للفقرات الفنية والشعرية. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. بمناسبة عيد الجيش العربي السوري، أقام مركز التنسيق الروسي في سوريا ومركز السلام السوري الروسي في أشرفية صحنايا مبادرة لتكريم الطلاب المتفوقين وتوزيع مساعدات إنسانية لذوي العسكريين وأسر الشهداء وجرحى الجيش الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل عزة ومنعة الوطن. وفي كلمة خلال حفل التكريم قال الجنرال ألينغ جانس يونغ من مركز التنسيق الروسي:
إن سوريا تحتفل في الأول من آب بذكرى تأسيس الجيش العربي السوري، وهذا اليوم يشكل عيدا وطنيا مرتبطا بشكل وثيق بالتاريخ العسكري لسوريا، منوها بقيام القوات المسلحة السورية بخدمة وطنها في كل الظروف ودفاعها عن حريته واستقلاله بأمانة وشجاعة. تستمر الإنجازات السورية في التتالي على منصات التتويج والتألق العالمية، فبعد الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق الوطني في اختصاص الفيزياء، تبعه الفريق الوطني في اختصاص الكيمياء بتحقيق ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في أولمبياد الكيمياء الدولي الذي أقيم في السعودية من 21 حتى 30 من تموز الماضي. ليستمر أبناء سوريا بالسعي لرفع اسم سوريا عاليا بعزيمة وإصرار نحو تحقيق الأفضل في جميع المشاركات العالمية. الميداليتان الفضيتان حصدهما كل من سلمى عمران وعلاء أذان، أما الميدالية البرونزية فكانت للطالبة فاطمة حسن. مبارك لسوريا إنجاز أبنائها في جميع مشاركاتهم العالمية. أقام المركز الثقافي في كفر سوسة معرضا فنيا تشكيليا تضمن عددا من اللوحات المتنوعة بعنوان ظلال وافرة، سلط من خلالها الضوء على دور المرأة الاجتماعي والإنساني ووجودها عبر التاريخ باستخدام الألوان المختلفة. ورأت رئيسة المركز الثقافي في كفر سوسة همسة عليوي أن المرأة كانت فاعلة عبر التاريخ وستبقى، ولها حضور كبير على صعيد التربية والقيم والأخلاق ومواجهة الظلم وطرد الاحتلال والمستعمر وتنمية المحبة والأمان، وهذا ما جاء في كثير من اللوحات المشاركة في هذا المعرض بمستويات فنية عالية وتقنية أثبتت وجودها الجمالي. ننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل يزن سيفو. مساء الخير كابتن. مساء الخير مجد. يعطيك العافية. يعطيك العافية. مشاهدينا جولة رياضية سريعة ولكن بعد الفاصل. تغلب المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم على نظيره الأمريكي 4 أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة. وتناوب على تسجيل رباعية المغرب كل من سفيان رحيمي في الدقيقة 29 وإلياس خماش في الدقيقة 63 وأشرف حكيمي في الدقيقة 70 والمهدي موهوب في الدقيقة 91. تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس بعد الفوز على الباراغواي بركلات الترجيح 5-4 وبعد التعادل الإيجابي بهدف لهدف في الوقت الأصلي والإضافي لمباراة ربع النهائي. وتقدم منتخب الباراغواي عن طريق دييغو غوميز في الدقيقة 71 وعادل إبراهيم عادل النتيجة لمنتخب مصر في الدقيقة 88. وتأهل الفراعنة بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي إلى نصف النهائي للمرة الثالثة بعد دورتي 1928 و1964، ولأول مرة منذ 60 عاما انضمت مصر إلى المغرب إلى نصف النهائي، وهو إنجاز تاريخي أن يكون فريقان عربيان في المربع الذهبي، ليضمن العرب على الأقل ميدالية أولمبية لأول مرة في منافسات كرة القدم. أكمل منتخب فرنسا صاحب الأرض عقد المتأهلين للدور نصف النهائي بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بفوزه الصعب على الأرجنتين بهدف دون رد. ويدين الفرنسيون بالفضل في الانتصار والتأهل الذي تحقق على ملعب ماتمو أتلانتيك في بوردو لمهاجم كريستال بالاس الإنجليزي جون فيليب ماتيتا الذي تكفل بتسجيل الهدف الوحيد منذ الدقيقة 5. وسيضرب المنتخب الفرنسي موعدا ناريا في نصف النهائي مع المنتخب المصري، بينما سيجمع نصف النهائي الآخر بين المغرب وأسبانيا التي دكت شباك منتخب اليابان بثلاثية نظيفة. وفي منافسات كرة المضرب تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش إلى نهائي منافسات فرد الرجال للتنس بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، وفاز جوكوفيتش على منافسه الإيطالي لورينزو موسيتي بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و6-2، وضرب جوكوفيتش موعدا مع الإسباني كارلوس الكراز في مباراة الميدالية الذهبية التي ستقام يوم غد الأحد. وكان الكراز قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الكندي أليكس أوجير الياسيم بمجموعتين دون رد وبواقع 6-1 و6-1.
مشاهدينا كان هذا كل شيء لليوم في باقتنا الرياضية. أعود لك المجد. شكرا لك كابتن. شكرا لك. نهاية النشرة ولم يبقى سوى التذكير بالعناوين. جولة لوزير التربية على المراكز الامتحانية في محافظة اللاذقية. فرع طلائع البعث في محافظة حلب يحتفل بعيد الجيش. فضيتان وميدالية برونزية في أولمبياد الكيمياء الدولي ISHO 2024. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. دمتم بأمان الله. شكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.